السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. هاي محاضرة علم الأدوية لطالبات التمريض. اليوم بدنا نحكي على الأنتي فانجل ايجنتس، الأنتي فايرال ايجنتس والأنتي كانسر ايجنتس. راح أخلي الأنتي دايبيتكس للأسبوع الجاي. تمام، بدنا نحكي على الفانجل انفكشن. أتوقع هذا الموضوع، هاي السلايد موجودة بعد السي ان اس ستيمولانتس. السي ان اس ستيمولانتس حكيت ما يعني ما بتهمني، فخلينا نبلش من الأنتي فانجل. بنكون احنا هيك خلصنا السي ان اس، حكينا على اهم الادويه اللي انت بتهمك كممرضه بالسي ان اس اللي ممكن تعرضي لها كثير. الانتي ابليبتكس حكينا عنهم، حكينا على ادويه التخدير، حكينا على المهدئات والمنومات وبرخيات العضلات، يعني غطينا مواضيع مهمه بالسي ان اس. وهلا بدنا نحكي على الانتي فانجل والانتي فايرال والانتي كانسر. في الأدوية اللي بتشتغل على الفنجس وأدوية اللي بتشتغل على الفيروس والأدوية اللي بنستخدمها في علاج الكانسر، مش كل الأدوية طبعا، بعض الأدوية المنتقى. أنتي فنجال ايجنتس عندنا احنا الدراج اللي بتشتغل على الفنجاي بتنقسم لثلاث، يعني لها أكثر ميكانيزم. تأثر على السيل ممبرين أو بلوك نيوكليك أسيد زي الفلوسيتوسين فلوسايتوسين أو ديسترب الماكرو تيوبيول اللي هو اللي بيكون اللي داخل الفنجل ومسؤول على الميتابوليك رياكشنز في الفنجل وبحافظ على شكل الفنجل. فنجل انفكشنز ار ديفيكلت تو تريت. احنا عارفين ان الفنجل انفكشنز فيها مشكله بالذات الاميونو كومبرومايزد patients أو النيوتروبينيك patients. يعني في عندنا مشكلة بالنيوتروبينيك، يعني النيوتروفيلز عندهم قليلة، يعني إحنا بنحكي على مناعة ضعيفة. مناعة ضعيفة زي شخص بتعالج بالكيموثيرابي، شخص مريض ايدز، شخص بأخذ كورتيكوستيرويد. هدول الناس هم بيكونوا immunocompromised، مناعتهم ضعيفة، فبتلاقي الفنجل infections عندهم نوعا ما صعب علاجها والسيطرة عليها. مش زي مثلا احنا عندنا اوكي بنعاني من الفنجل infections، الناس اللي immunity عندهم تمام بيعانوا من الفنجل infections، بس بتكون التريتمنت بتاعتها اسهل، بيكون انتشار الفنجل infection اخف من الناس اللي immunocompromised. ممكن اللي عندهم fungal infections يعني في جسمهم، اللي هم الناس اللي مناعتهم طبيعية، ممكن تلاقيهم هدول الناس مثلا من دواء موضعي ممكن إن نحصل نتيجة منيحة، بينما الناس immunocompromised لا، بنلاقي الشغلة أصعب شوي، بنلاقي ممكن نحتاج للsystemic drugs أكتر وإلها كتير side effects. وطبعا الموضوع العلاج هذا بياخد وقت، كان time consuming ويحتاج لفترات علاج طويلة. Most fungi are resistant to conventional antimicrobial agents. هاي كمان المشكلة اللي مناعتهم ضعيفة. عادة بنلاقي مشكلة في علاج الفنجال infections فيهم لأنه نفسه الفنجاي بيصير resistant. A few drugs are available for systemic fungal infections. وكمان مشكلة ثالثة اللي هي انه الادويه اللي بتشتغل على السيستميك فنجل انفكشن مثلا من الكوكتل فنجل انفكشن او بالبلاد او كذا، هدول الادويه يعني قليله، مش ادويه كثيره، مش زي التوبيكال متوفر عندنا ادويه اكثر من السيستميك. طيب هاي الرسمه رح نرجع لها كل شوي نشوف شو الميكانيزم اوف اكشن. زي ما حكيت لكم انا ما بسال على الميكانيزم اوف اكشن، الميكانيزم اوف اكشن هي للفهم. طيب نشوف هلا دراج يوز فور سيستميك systemic fungal infection. fungal infection اللي هي systemic يعني بالبرين بالدم، هذول بنستخدم لهم أدوية معينة تتاخد parenterally أو orally وتدخل جوا كل جسم، تتوزع جوا كل التشو. أول دواء هو الأمفوتريسين بي، هو broad spectrum antifungal agent أو antifungal effect. poorly absorbed from GIT، امتصاصه بطيء من GIT. causes fever, chills, muscle spasm، بيعمل مشاكل، يعني هاي أعراض جانبية. poorly absorbed from GIT، بس بعطيه orally بحالة intestinal mycosis. يعني هو هذا الدواء إذا تاخد orally بيكون تأثيره بس على الجهاز الهضمي، فبتاخد orally في حالة إنه كان في fungal infection في intestinal mycosis. إذا بدي أثر على أماكن أخرى في الجسم كأنتي فنجل بدي أعطى intravenous. اوكي given intravenous عشان يروح اماكن اخرى غير الجهاز الهضمي. side effects الانترافينوس انفيوجن بيعمل فيفر وتشيلز ومسل سبازم وبوميتنج ولو بلاد بريشر. المشكله انه هذا الدواء هلا بنعطيه انترافينوس انفيوجن بنعطيه ببطء، بس رغم ذلك بيعمل عندنا اعراض تحسسيه.
اوكي، زي الفيفر، زي الحراره، زي التشيلز، القشعريره، ومشاكل في الضغط ومراجعه وهيك. فمشان عشان نتجنب هذا الرياكشن اللي بده يصير، بنعطي المريض قبل ما ياخذ الامفوتيرسين بنعطي انتي هيستامين بري ميديكيشن، يعني قبل العلاج بنعطي انتي هيستامين، وبنعطي سلو انترافينس انفيوجن، بيعمل لورنج لهاي السيستميك افكتس، بيقلل من الأعراض الجانبية لهذه الدواء، الأعراض التحسسية. أوكي، الفلوسيستوسين، الفلوسيستوسين هذا هو related to 5-fluorouracil anti-cancer. حنحكي عن 5-fluorouracil anti-cancer drug بالانتي-كانسر. هذا الدواء ال5-fluorouracil او فلوسيستوسين بتحول جوا الانتي-فنجل drug، بتحول جوا الفنجل سيل لمادة سامة اسمها 5-fluorouracil. خلينا نشوفه. هاي الفلوسيستوسين بدخل جوا النواة تبعت الفنجل سيل، الخلية اللي هي الفنجل، خلية الفطرية، وجوه النواة بتحول ل5 فلوريوراسيل، بتكون مادة سامة بيأثر على الدي ان ايه تبع الفنجل سيل. اوكي، effective orally distributed to most tissue including CNS، فممكن يستخدم بالمننجايتس اللي بيكون سببها فنجل. ازول انتي فانجل ايجنت، الازول طبعا هي عيله كثير كبيره، في منها اشياء تستخدم سيستميكلي واشياء تستخدم توبيكلي. سايد افكتس بتعمل فوميتنج، دايريا، راش، وهيباتوتوكسيسيتي. عندنا مثلا زي الكيتوكونازول هيباتوتوكسيسيتي فيه عاليه، عشان هيك ما اللي بنستخدمه توبيكلي. الكيتوكونازول تاثيره على الكبد عالي جدا، فمشان هيك ما اللي بنستخدمه توبيكلي. الفلوكونازول كثير بيستخدم للفجان الكاندياسيس، ولكمان للفطريات اللي ممكن تكون موجوده، التهابات الفطريه الموجوده في المريء كمان ممكن استخدام الفلوكونازول. اورال اند بارنترال روت، بيتاخد اورالي وبيتاخد بارنترال. عاده كيف الاورالي؟ هو بيتاخد يعني حبه واحده، بعد اسبوع بيتاخد الحبه الثانيه، يعني حبه واحده سنجل دوز هي كافي انها تقضي على الفاجينال كاندياسيس، تقضي على الفنجل اللي موجود بالفاجينا، وممكن بعد اسبوع يتاخذ كمان حبه على اساس نتاكد انه الاراديكيشن كامل صار للفنجل انفكشن اللي بالفاجينا. تريتمنت اند بروفيلاكتيك للكريبتوكوكال مننجايتس، كمان ممكن علاج المننجايتس اللي سببها فطري، او ممكن كمان بروفيلاكتيك عند بعض المرضى زي مرضى الايدز وكذا، انا مثلا خايفه يتعرضوا لانفكشن او لعدوى بالكريبتوكوكال مننجايتس، فممكن اني امشيهم فتره على الفلوكونازول. الاتروكونازول بينعطى كمان اورالي. طبعا عيله الازولز هاي كثير منها بنعطى اورالي وتوبيكلي، وهلا حنشوف التوبيكل منهم. الكيتوكونازول بنتجنب نعطيه اورالي لانه زي ما حكينا له سميه عاليه على الكبد. الايكون كاندينز عندنا اكثر من دواء فيهم، هذول الادويه بنعطوا انترافينس وبيطلعوا بالهيباتيك ميتابوليزم. هلا الكاسبوفانجن، هلا عندنا ثلاث ادويه، كاسبوفانجن واندالفانجن وميكوفانجن. لاحظوا انه كلهم بدهم في كلمه فانجن. هلا هاي الكاسبوفانجن مشكلته انه ممكن يعمل تحسس لما ينعطى انترافينس انفيوجن، فشو الحل؟ يعني بيعمل هيدك، جي اي تي ديستريس، فيفر، راش، تشيلز، وهي المشاكل. فانا كيف بقدر اتجنب هذا الرياكشن التحسس اللي بيصير؟ انه نعطي انترافينس انفيوجن بطيء، وكمان نعطي انتي هيستامين قبل، يعني انا بعطي انتي هيستامين قبل العلاج، بعدين بعطي العلاج الكاسبوفانجن. هلا بنحكي على systemic drugs for superficial infection، أدوية systemic، بس هاي الأدوية systemic لأشياء superficial، لأشياء يعني مثلا واحد عنده fungal infection بالأظافر بالجلد، وما عم بنفع الأشياء اللي بياخدها topically، الكريمات ما عم تنفع، فالطبيب حوله لأشياء orally، مع إنه الشغلة topical، شغلة خارجية، بس حوله لأشياء systemic orally أو intravenous أو parenteral عفوا. اول دواء عندنا جلوسيوفالفين. الجلوسيوفالفين ما بقدر اني اخذ اورالي، ما بقدر اني احطه، قصدي عفوا ما بقدر اني احطه توبيكالي، يعني مش فعال توبيكالي. فمشان هيك رغم انه بيشتغل على الاشياء التوبيكال، انه هو بتجمع بطبقه الكيراتين بالسكن، يعني باخده اورالي وبيروح على منطقه السكن اكثر شيء. اوكي، فهو عشان هيك يستخدم للتوبيكال انفكشن سوبرفيشال، يعني الاشياء اللي بالسكن.
هو فان بيستاتيك، يعني بيضعف الفان جاس. نت اكتف تو بكلي، ما بقدر احطه كريم بس بقدر اخذ اورالي ويتجمع بالسكن. سايد افكتس هيتك، منتال ديفيوجن، جي اي تي اريتيشن، فوتو سنسيتيفيتي. حكينا بتجمع بالسكن، فممكن يعمل تحسس للسكن من الشمس، فلازم استخدم كريم شمس خلال ما انا بستخدم جروسيو فالبين. ديكريز انتي كواجولنت افكت اوف وورفارين، هاي مشكله انه المريض اللي بياخذ جروسيو فالبين وعنده وورفارين اوريدي، فعاليه الوورفارين حتقل. اذا المريض بياخذ جروسيو فالبين وبشرب كحول حيصير عنده شيء اسمه دايسالفرام لايك افكت. دايسالفرام لايك افكت يعني اذا هو عم بيتعالج بالجروسيو فالبين وشرب كحول حيصير عنده فلاشنج وهيدك وهايبوتنشن. هاي اسمها دايسالفرام لاك افكت. دايسالفرام هو الدواء يستخدم بعلاج ادمان الكحول. هذا الدواء بيخلي المريض عشان احافظ على الريلابس ريت، ما اخلي المريض يصير عنده انتكاسه، وبخاف هذا المريض اذا انا يعني ما عالجته، او اذا انا طلع من المصحه وما اعطيته رادع للكحول، فبخاف يرجع بسهوله لانه الكحول متوفر بكثير اماكن مش ممنوعه زي المخدرات الثانيه. فهذا المريض الطبيب بيمشي على دواء اسمه دايسالفرام، بصير ياخذ الدايسالفرام. كل ما يشرب كحول الدايسالفرام بيعمل رياكشن معين مع الكحول، هذا الرياكشن يؤدي الى انه يصير عنده فلاشنج، احمرار وصداع وهايبوتنشن، انخفاض في الضغط وبصير الواحد يعني هيك مش طايق حاله صراحه، بصير شعور مو حلو مصاحب للكحول، فبصير هو نفسه يكره الكحول زي عقاب جسدي للكحول. فاللي بياخذ جلوسيو فالبن اذا شرب خمر بصير عنده هذا الرياكشن في جسمه. التربنفين هذا فنجسايد يعني بيقتل، هاي مش مهم يعني، هاي فنجسايد مش مهم. بهمني انا كيف بنستخدمه، هذا يستخدم اورالي. اوكي، هذا التربنفين بيستخدم اورالي وتوبيكالي. اكيوميليتس ان كيراتين، كمان بتجمع بالكيراتين تبع السكن زي الجروسيو فالفين. مشكلته بيعمل جي اي تي ديستربنس، هيدك، تيست ديستربنس، كمان ممكن ياثر على الطعم، يعني يخلي في طعم معين يضل في التم، فبأثر على طعم الاشياء اللي المريض ممكن ياكلها، يعني هو شيء مزعج للمريض. الازولز حكينا عنهم انه الازولز بتستخدم توبيكالي وبتستخدم سوبرفيشال. فالازول زي الاتراكونازول، البيريكونازول، البوسيكونازول، هدول كلهم نقدر نستخدمهم بالالتهابات الفطريه تاع السكن. ديرماتوفايت زي القشره مثلا، هذا التهاب فطري كمان، فممكن نستخدمهم توبيكالي وممكن نستخدمهم اورالي كمان. الازول تستخدم كمان اورالي. التوبيكال عندنا اسماء كثير سهله، وصراحه الاسماء يعني انت اذا مثلا شفتي الشامبو تبع الفطريات او تبع القشره، كريمات الفطريات، حتلاقي الاسماء كثير بتتكرر. نيستاتين، الازول، طبعا الازول حكينا، شوف الازول كم مره عندناهم، بالسيستميك للسيستميك والسيستميك للتوبيكال، وهلا بالتوبيكال. توبيكال دراجز فور سوبرفيشال انفكشن، عندنا نيستاتين، عندنا الازول زي مايكونازول، الكلورت، ريمازول، الايكونازول، ولاحظوا الكيتوكونازول يفضل استخدامه توبيكالي. التولنافتيت يوز فور تينيا، اللي هي القدم الرياضي، الفطريات اللي بتصير بالرجل. نافيفين والتربنافين، الأمفوتريسين بي والأنديسايكلينيك أسيد، كل هدول بقدر أستخدمهم توبيكالي كريمات، ولاحظوا إنه كثير منهم بقدر أستخدمهم كمان سيستميكلي. أوكي، في منهم مفضل بس أستخدمهم توبيكالي زي الكيتوكونازول، بفضل إني أتجنب استخدامه سيستميكلي. هاي بالنسبة للأنتي فانجال دراجز. خلينا نشوف الأنتي فايرال. الانتي فايرال دراجز، ادويه الانتي فايرال كمان هي ادويه على فكره كثير سهله. عندنا الادويه اللي تستخدم للهيربس، للانفلونزا وللهيباتايتس، ما حندخل في الايدز، الايدز ما حنحكي عنه، حنحكي عن الهيربس والانفلونزا والهيباتايتس بي وسي. طيب الفايرال، احنا عارفين ان الفيروس هو اوبليجيت انتراسيلولار باراسايت. The replication of virus depends completely on synthetic process of the host cell. إذا الانتيفيرال أو الفيروس هو يعتبر يعني هو يعتبر جماد خارج الإنسان، يعتبر غير حي. مجرد ما دخل على الهوست، مجرد ما إنه دخل على تطفل على جسم إنسان، فبصير يعتمد على الخلايا تبعت الإنسان. The replication
انقسام الفيروس بيعتمد على الخلايا تبعت الهوست، يعني الفيروس لحاله ما بيقدر يعمل انقسام، ما بيقدر يعيش الفيروس لحاله. الفيروس لما يدخل جوه جسم الانسان الهوست تبعه بصير يعمل ريبليكيشن وبصير يعمل اللايف سبان تبعته، اوكي؟ بس خارج جسم الهوست بيكون هو عباره عن ماده او كائن غير حي. طيب خلينا نشوف على الانتي هيربس. عندنا انتي انفلونزا والهيباتيتس. انتي هيربس عندنا اكثر من دواء. طبعا مرض الهيربس احنا عارفين مرض الهيربس بتصيب كثير اشياء، ممكن يصيب مثلا هيربس ابسط انواع اللي هي مثلا بالفم، مثلا اللي بتصير على الشفايف الهيربس، الحبوب اللي بتطلع عند منطقه الشفايف والجلد، في منها مثلا اللي بتصير في العين اللي هي السايتوميجالو فيروس، هذا بتصيب العين. الهيربس يعني طبعا في عندنا البرسولا زوستر فيروس اللي هو الشيكن بوكس او الجدري، ففي عندنا اكثر من انواع من الهيربس. اول دواء حنحكي عنه اللي هو الاسيكلوفير او اسايكلوغوانوسين اسمه الثاني. طبعا هو اورالي وتوبيكلي وانترافينس ممكن يستخدم، ممكن استخدمه توبيكال اذا عندي هيربس مثلا على الجلد استخدمه توبيكال على هذا الهيربس، اورال مثلا للهيربس اللي هو مثلا انا يعني سيستميك، او انترافينس ممكن استخدامه كمان. انترافينس ادمنستريشن فور سيفير هيربس ديزيز مايت كوز ديليريوم وتريمر وسيجر هايبوتنشن نيفروتوكسيسيتي. هاي مشكله الانترافينس، الانترافينس حيعمل هلوسات، حيعمل سيجر، يعني في له تاثيرات على السي ان اس بالاضافه تاثيرات على الكليه، نيفروتوكسيسيتي اللي هو الانترافينس. الجانسكلوفر هذا بيستخدم بالسايتوميجالو فيروس اللي هو في العين، اوكي؟ هلا مينلي يتم استخدامه كعلاج وبروفيلاكسز كوقايه من السايتوميجالو فيروس رينايتس، التهاب العين اللي هو سببه السايتوميجالو فيروس. وكمان يستخدم بالهيربس فيروس، علاج الهيربس فيروس، وبنعطى انترافينس. الفالجانسكلور هذا يستخدم اورالي ومدته طويله لونج ديوريشن. البنسكلوفير هذا كمان توبيكال يستخدم للهيربس وللفيرسولا زوستر فيروس، للهيربس ولفيروس الشيكن بوكس. السيدوفوفير هذا يستخدم انترافينس للهيربس فيروس والسيتوميجالو فيروس، والسيتوميجالو اللي هو بالعين، والادينو فيروس بيكون في الجلد الادينو فيروس. الجينيتال وورز بتكون في الاعضاء التناسليه، وبابيلوما فيروس كمان بيكون في الجلد، بيكون زي النتوءات اللي طالعه. طبعا هو ممكن يستخدم انترافينس هذا الدواء. الفيدرابين يستخدم توبيكالي للهيربس والفيرسولا زوستر والسيتوميجالو فيروس كمان تبع العين. طبعا اسمائهم يعني انا بهمني تعرف كل واحد شو هو الهيربس اللي مثلا اللي بيستخدموا بالساتو ميكالو شوي مميزين، فانا يعني انا اميزهم زي الجانسكلوفير وكمان السيدوفيفر والكمان اللي هو الفيدرابين، يعني انا هدول اميزهم شوي عن غيرهم. كمان بهمني السايد افكتس المميزه لكل واحد، يعني عندنا الاسكلوفير بيعمل كثير سايد افكتس لما ينعطى كانترافينس انفيوجن. الانتي انفلونزا احنا عندنا الادويه اللي بتستخدم الانفلونزا، احنا عارفين الانفلونزا اللي سببها فايرال انفكشن هي سيلف ليميتد. سيلف ليميتد يعني بتقعد فتره معينه في الجسم، فترتها محدوده في الجسم، اوكي؟ زي ما حكينا فترتها زي ما حكينا عفوا فترتها محدودة في الجسم هاي الأدوية بتكون، ويعني عفوا الانفلونزا الانفلونزا اللي بيكون سببها فيرال انفكشن عدوى فيروسية بتكون سيلف ليميتد، يعني مثلا ممكن تقعد أسبوع معين. فأغلب الناس ممكن ما يحتاجوا لها تريتمنت كأنتي فيرال، أغلب الناس ممكن ياخذوا لها اشياء سبلمنتس أو اشياء تعمل سبورت لحالة المريض، زي مثلا إذا صار عليه حرارة بياخد أنتي فيريتك، ممكن ياخد فيتامينات، يشرب شوربة، إذا صارت عنده أوجاع بياخد أنالجيسك أوجاع بالمفاصل أو كذا، يعني هو يحافظ على حالة المريض مستقرة. بس في بعض الناس ما بقدر أخاطب إنهم يمرضوا بالإنفلونزا، بالذات الناس اللي هم إميونو كومبرومايز مناعتهم ضعيفة، كمان الناس اللي هم مثلا أوريدي عندهم أمراض، عندهم مثلا أزمة، عندهم COPD. هدول المرضى أنا كتير بخاف عليهم من أي يعني أي inflammation يصير أو infection يصير في respiratory tract. فممكن إنه إحنا في بداية العدوى نتصرف بطريقة معينة
الانتي انفلونزا دراجز، وهاي يعني تحميهم من الامراض، تحميهم من مضاعفات المرض. اول شيء راح احكي على الامانتادين والرمانتادين، هدول بروفيلاكتيك فور انفلونزا اي فيروس. هلا كيف بصير المريض، مثلا المريض نحكي مثلا مريض ايدز، مريض الايدز هذا مثلا تعامل مع حدا مرشح وعلى طول بلش، يعني لما روح على البيت ثاني يوم صحي لقى عنده شويه صداع وسيلان، لسه ما صار له 24 ساعه الاعراض ظاهره، بلش ياخذ الامانتادين او الريمانتادين. فبهيك حاله يعني هو بلش ياخذ من اول يوم او يومين من ظهور الاعراض. فبهيك حاله شو بصير بالفيروس؟ انا الفيروس ما بينقتل، بس انا بقدر شو اعمل بالفيروس؟ بقدر اقلل فتره حضانه الفيروس بالجسم، بدل ما اقعد اسبوع اخليها يومين ثلاثه او اخفف من الاعراض بتاعتها. هل بتشتغل على الانتي فايرال؟ الانتي فايرال دراجز بتشتغل على اليه انه فتره حضانه الفيروس في الجسم تكون اقل. اوكي؟ وكمان الريبليكيشن اللي هو انقسام الفيروس يكون العدد فيه اقل، في الارض بتكون تبعت المرض اخف. reduce the duration of symptoms within 48 hours after contact، يعني انا مجرد ما انه ظهرت الاعراض يوم يومين على طول انا ابلش اخذ الدواء، ما نستنى تتصير الاعراض شديده. طبعا هذا انا عم بركز على موضوع الانتي فايرال بالاميونوكومبرمايز بيشنتس، المرضى اللي مناعتهم ضعيفه. هذا شيء مهم انه احنا ما نخلي المرض فيه عندهم يتضاعف. resistance occurs due to mutation من influenza A virus. influenza A virus بصير فيه mutation، بصير فيه تغيرات، هاي التغيرات تؤدي الى تصير resistant لهاي الادوية. طيب نشوف الاوسلتاميفير والزانيميفير. هاي الادوية active against influenza A and influenza B، بتأثر على نوعين من فيروس الانفلونزا. decrease time of influenza symptoms within 24 hours. شو يعني؟ يعني انا طبعا الامانتادين والريمانتادين معي يومين، يومين ظهرت الاعراض ببلش في الدواء. اما الاوستاميفير والزانيميفير معي 24 ساعه، يعني انا حسيت الاعراض اليوم بدي ابلش بالادويه ببلش فيها اليوم. اوكي؟ ما بستنى يمر يومين على الاعراض، لا، مجرد من اول يوم ظهرت في الاعراض. better given within 24 hours after onset of symptoms، يعني خلال 24 ساعه من ما ظهرت الاعراض انا اكون ماخذ الدواء. side effects cough and throat dysfunction. هاي المشكلة عندي مع دواء الزانيميفير. الزانيميفير بنعطى انترانيزل، يعني بنعطى بخاخ في الأنف. مشكلته إنه بيعمل كف، بيعمل irritation لمجرى التنفس. هلا هذا الإشي عند شخص ما عنده أزمة، ولا عنده COPD، ولا عنده constructive pulmonary disease، ولا عنده chronic obstructive pulmonary disease، ما عندي مشكلة. يعني واحد مثلا بس مريض ايدز بس ما عنده مشكله بالرئه، انا بخاف عليه يرشح لانه او ياخذ انفلونزا لانه ما عنده مناعه، هذا شيء مختلف. اما اذا ما عندي هذا المريض اللي مناعته ضعيفه، مريض ازمه او مريض سي او بي دي، انا بخاف انه يمرض بهالحاله. فمشان هيك بعطيه زانيميفير، اذا اعطيته زانيميفير واعطيته اياه انترانيزلي رح اعمل عنده ريتنشن في الرئه واصير عنده الازمه زياده، مع اني انا عم بعالج مشكله الرشح بس عم بعمل مشكله الازمه اشد. فمشان هيك زانيميفير اتجنبه بحاله مرضى الازمه ومرضى الكرونيك اوبستراكتيف بولمونري ديزيز. اوكي؟ طيب نشوف الايجنتس يوز بالفيرال هيباتايتس. احنا عارفين الهيباتايتس بي والهيباتايتس سي، يعني احنا ما بنقدر انه يعني مش سيلف ليميتد، هم الهيباتايتس بي وسي مش سيلف ليميتد. احنا بنعمل يعني سبورت للمريض، احنا بنقلل من عدد الفيروس في خلايا الكبد. فالهيباتايتس البي فيروس العلاجات بتكون سبريسيف، يعني بنعمل سبريس للاعراض، سبريس للفيروس، بس انا ما بقدر كليا اتخلص من الفيروس. والهيباتايتس سي كمان بنعتمد على الفيرال ايراديكيشن، بصير في متابعه لعدد خلايا الفيروس في الكبد، نصير نعدهم او نشوف انه نعطي علاجات انه تقلل عددهم قد ما بنقدر. هذا هو اللي بالاعتماد في الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي. على فكره في كمان عندنا الهيربس فيروس. الهيربس فيروس ترى مش سيلف ليميتد، بالذات هذا الهيربس اللي بيطلع عند الشفايف وبالجلد. هذا الهيربس يعني بيضلوا موجود بالخلايا وفترة، أي واحد ضعف مناعته مثلا توترت شوي، أنا مثلا كنت فترة امتحانات، أنا أخذت علاج كورتيزون، على طول بيطلع هذا الحبوب اللي على الشفايف وعلى الجلد. فمشان هيك هو كيف بنتقل؟ يعني
احد اهم اسباب نقل الهربس فيروس اللي عند منطقه الشفايف هو استخدام الحمره، لا يعني بالناس، يعني تناقل الحمره او قلم الحمره من الناس لاخرين. شو بصير؟ انا بعرف انه الفيروس ما بيقدر يعيش فتره طويله برا، اوكي. عندنا الايدز مثلا بيموت اول ما يطلع من الدم، كمان الهباتايتس ممكن يعيش 5 ساعات برا الجسم بالدم، برا الجسم يعني مثلا واحد استخدم شفره واجى عليه شويه دم وراحت حدا ثاني استخدم هذيك الشفره، ممكن اذا انجرح ينتقل له الهباتايتس خلال 5 ساعات. الهربس كمان ممكن اذا مثلا حدا عنده الهربس موجود، هو بيعاني من الهربس اوريدي موجود في الخلايا تبعته، بضله نايم، ومثلا هاي الصبيه عندها تشققات بشفتها او هيك جروح بشفتها، وكثير ناس بتعاني من هاي التشققات وحطت حمره، فهاي التشققات بتخلي الفيروس يجي اعلى من الحمره. اجت وحده على طول بعديها مسكت وحطت الحمره. اذا كان عندها اي تشققات، اي جروح بالجلد، اي شيء ممكن يخلي الهربس فيروس يدخل لجوا ويضلها طول عمرها بتعاني من هاي المشكله. كل ما تضعف مناعتها، كل ما تاخذ دواء شوي هيك، كل ما تاخذ مثلا كورتيزون، كل ما تعصب، كل ما تقعد فتره توتر، كل ما تكون حامل يطلع هذا الفيروس على الجلد. يعني احنا بنحكي عن تشوه للجلد، فمشان هيك حتى في العيله الواحده ما نستخدم قلم الحمره مع من بعض، هذا شغله كثير ضروريه. اذا حدا شفتي حدا استخدم القلم الحمره تبعك على طول امسكيها وقولي لها حلال عليكي، ما ترجعي تستخدمي مره ثانيه ابدا. هاي انا نصيحه بعطيكم اياها، هذه مشكله كبيره الهيربس فيروس، انت ما بدك تنصابي فيه وتعيشي طول عمرك عندك مشكله بجلدك. طيب نشوف هلا احنا العلاجات ممكن تستخدم بحاله الهيباتايتس. اول علاج هو الانترفيرون الفا، هذا يستخدم هيباتايتس سي ويستخدم للكابوكسي ساركوما، هو نوع من الكانسر تبع الجلد. البابلوماتوزيز اللي هو كمان نوع من الفيرال انفكشن، بيطلع فيه هيك نتوءات، مش نتوءات، بيطلع يعني بيطلع حبوب على الجلد. ايوان لوكيميا اند لوكيميا يستخدم وتوبيكلي فور جينيتال ووردز، الفيروس اللي هو بتكون في منطقه الجينيتالز. سايد افكتس ريفرسبل لوس اوف هيرنج، يعني اوتو توكسيسيتي سميه على الهيرنج بس ريفرسبل، يعني لما نوقف الدواء بيرجع الهيرنج طبيعي. ممنوع ينعطى كونترا انديكيتد بالبريجننسي وبالاوتو اميون ديزيز والارثيميا. ليه ممنوع بالاوتو اميون ديزيز؟ لانه انترفيرون الفا بيعتمد على شغله تقويه المناعه، عشان هيك يستخدم بعض انواع الكانسر، بيقوي مناعه الجسم، انه الجسم يقضي، هذا اسمه العلاج المناعي، انه الجسم يقضي على خلايا الفيروس او الجسم يقضي على خلايا الكانسر او الجسم يقاوم الريبليكيشن تبعت الفيروس. عشان هيك المريض اللي عنده اوتو اميون ديزيز اوريدي في عنده خلل في المناعه، اذا اعطته الانترفيرون الفا حيصير عنده اتاك للمرض اللي هو فيه. يعني مثلا اذا هو مثلا عنده مثلا اوتو اميون ديزيز لوبس او اي نوع من الاوتو اميون ديزيز وانا اعطيته هذا الدواء، فانا بزيد من حده الاوتو اميون ديزيز تبعه بسبب انه هذا الدواء بيقوي المناعه، وانا مريض الاوتو اميون ديزيز تبعه بالعكس مرات بيعطوه كورتيكوستيرويد اميونوسبريسنس عشان يقللوا مناعته، يقلل رد الفعل المناعي اللي عنده. طيب الريبافيرين يستخدم للانفلونزا A وانفلونزا B، هيباتيتس كمان هيباتيتس سي والاتش اي في ممكن نستخدمه في مرض الاتش اي في، افكتيف اورالي وانترافينس، ممكن يتاخد ايروزول لانه ممكن استخدامه بالانفلونزا اي وبي. دوز ديبندنت هيمولوتيك انيميا، ممكن يعمل تكسر في الدم، طبعا دوز ديبندنت كل ما زادت الجرحه كل ما زاد تكسر الدم. تيراتوجينيك مشوه للبيبي فما بينعطى للحامل، كونترا انديكيتد للحامل. الايتاكافير واللاميفودين ممنوع عفوا بنعطى للهيباتيتس بي، علاج الهيباتيتس بي فيروس او سيطرة على مرض الهيباتيتس بي. هاي بالنسبة لأدوية الانتي فايرال، لاحظوا انه يعني موضوع كتير خفيف. خلينا نحكي على موضوع اللي هو الانتي كانسر. تمام، انا بدي اختم محاضرتي بادويه الانتي كانسر، يعني موضوع كثير صغير بس فينا شويه حكي على موضوع الكانسر. انتي كانسر اند اميونو سبريسيف ايجنتس، بدنا نحكي كم من تعريف، اكيد انتم كمان في الكانسر يعني انتم بتاخذوا بالفسيولوجي وفي الباثوفسيولوجي اخذتوا اشياء عن الكانسر، احنا بدنا نحكي كم من تعريف وكم من شغله بسيطه. اول شيء بدنا نحكي على الاونكوجين. شو هو الاونكوجين؟ الاونكوجين موجود في كل انسان، في كل جسم فيه الاونكوجينز. الاونكوجينز بكون معمولها اوف، بتكون مطفيه او بتكون ما عم تستنسخ في جسم الانسان، بكون مغطيه.
اوكي. بعدين في عوامل تؤدي الى انه هاي الاونكوجينز انها تتنشط، تصير اون في الجسم وتتنشط ويصير الكانسر، يصير الخلايا الطبيعيه تتحول لخلايا كانسر، النون كانسر سيلز تتحول لكانسر سيلز. ليش؟ كيف طيب هاي العوامل؟ العوامل هاي اللي هي مثلا اللايف ستايل، العوامل الجينيه، هل هالشخص في عنده فاميلي هيستوري اوف كانسر، الوزن طبعا له علاقه باللايف ستايل، نوعيه الاكل، الانفايرمنتال، كمان اشياء الانفايرمنتال، مثلا الناس بتعرضوا للراديشن او اوكيبيشنال كمان اللي هي نوع الشغل العمل تبعهم كمان. الاونكوجينز از ا ميوتنت فورم اوف ا نورمال جين ذات از فاوند ان ناتشرالي اوكيرينج تيومرز، يعني هو اللي بيسبب انه التيومرز تصير بالخلايا الطبيعيه. وين اكسبريسد، لما يصير يستنسخ بيحول النون كانسرس سيلز ل كانسر سيلز. هل ممكن نعالج الأونكوجين؟ لا. مرض الكانسر نحكي إحنا كلياً بنعالجه مريض الكانسر؟ لا، مش هيك آلية الأنتي كانسر دراجز. الأنتي كانسر دراجز بتعتمد على تقليل عدد خلايا سرطانية في الجسم قد ما بنقدر نقلل عددها. عشان هيك بكون في فحص دوري لمريض الكانسر إنه يتأكد إنه الخلايا هاي مسيطرة عليها وما عم تكتر. بس الأونكوجينز اللي هي الجينات اللي صارت أون، هاي مدام صارت أون في حياتها ما بتجعف. أوكي؟ الأونكوجينز خلايا الكانسر مدام صارت أون فهي ما بتصير أوف خلاص، يعني بصير الجسم مدام إنه هو صار عنده كانسر فهو جسمه معرض للكانسر ومعرض إنه الكانسر يرجع بأي وقت، فبده متابعة حديثة دائما. أوكي؟ فهي شغلة مهمة. في عندنا طبعا اكثر من اسم سيل سايكل، طبعا اكثر من انواع من الادويه الكانسر، عندنا سيل سايكل نون سبيسيفيك دراجز وسيل سايكل سبيسيفيك. شو معنى هالحكي؟ خليني مش موجوده عندكم هون او مش حركز عليها كثير صراحه، مش حركز عليها كثير هالموضوع، انسوا لي يا ما دام الرسمه مش موجوده عندكم او انا ما حطيتها. معنى الفكره بالسيل سايكل نون سبيسيفيك والسيل سايكل سبيسيفيك، السيل سايكل نون سبيسيفيك يعني اللي هي الادويه اللي بتقدر تقتل الخلايا السرطانيه باي مرحله من مراحل القصع. الخلايا السرطانيه بتمر بالجي 1 ستيت، بعدين الاس، بعدين الجي 2 ستيت، بعدين بصير الميتوزيس مرحله الام. اوكي؟ وفي مرحله اسمها جي 0. الجي 0 هي طريقه الخليه السرطانيه بتخدع فيها الجسم. جي 0 يعني الخليه السرطانيه هاي مثلا قلت الترويد الدمويه عنها، فشو بصير فيها؟ بصير فيها انه هاي الخليه بتصير ما يوصلها اكسجين ونيوترينتس كفايه، فبتطفي حالها، زي بتصير انه تعتمد على اقل كميه من الغذاء واقل كميه من الاكسجين وتصير توقف العمليات الحيويه اللي فيها. بعض الأدوية الكانسر بتبطل تتعرف على الخلية السرطانية بهاي الحالة، بتبطل تميز هاي الخلية السرطانية، لأنه كتير منها بتكون اللي هي سيل سايكل سبيسيفيك بتكون تعتمد على إنه الخلية نشطة، أوكي، عم تنقسم قاعدة. فمرات الخلية ليش اسمه أصلاً خبيث السرطان، اللي هي خلايا سرطانية اسمها خبيثة، لأنه بتتلاعب بالجسم، بتتلاعب بالأدوية، ممكن تحول حالها للجي زيرو اللي هي الريستينج ستيت، اللي هي الستيت اللي نقدر نحكي عنها ما بتقدر كثير من الادويه تميزها، وهيك بتخدع المريض. اوكي؟ بتخدع الدواء. طبعا السيل سايكل نون سبيسيفيك دراجز، هاي الادويه بتقدر انها تخدع خلايا الكانسر باي مرحله كانت، حتى لو كانت جي زيرو عامله حالها مخفيه بتقدر تخدع عليها السيل سايكل نون سبيسيفيك. اما السيل سايكل سبيسيفيك دراجز هذه مثلا بتروح على مرحله معينه من مراحل تكون الخليه السرطانيه، مرحله الانقسام، مرحله تكون الدي ان ايه، مرحلة تكون البروتينات، بتروح على مرحلة معينة. يعني المهم انه الخلية تكون تشتغل، طول ما الخلية تشتغل السيل سايكل سبيسيفيك دراجز بتقدر تميزها. اما اذا الخلية ما كانت بتشتغل فبهالحالة ما بتقدر تميزها السيل سايكل سبيسيفيك. اذا كانت الخلية بالجي زيرو ستيت السيل سايكل سبيسيفيك دراجز ما بتكون فعالة. السيل سايكل نون سبيسيفيك دراجز فعالة في كل الحالات، نشطة او غير نشطة. طبعا الانتي كانسر دراجز ار سايتوتوكسيك. سايتوتوكسيك، سايتو يعني خلايا، توكسيك سام. أدوية الأنتي كانسر هي سامة للخلايا. كل أدوية الفارماكولوجي كلها، الأدوية اللي تستخدم في العلاجات، الأدوية اللي تستخدم بعالم الأدوية كلها ما بتوصل لسمية الأنتي كانسر دراجز. يعني احنا حكينا عن أدوية بتضرب الكلية، أدوية بتضرب الكبد، حكينا عن أدوية بتأذي العين، وأدوية بتأثر على السمع، وأدوية بتأثر على الدماغ. كل هاي الأدوية ما بتوصل لسمية
الانتي كانسر دراجز. ادويه الانتي كانسر هي سامه بتشتغل على كل السيلز، اول ديفايدنج سيلز، سواء كانت كانسرس ولا نورمال. مريض الكانسر اذا الطبيب تبعه قرر انه يمشيه على الكيمو ثيرابي، بحطه بالامر الواقع، بحكي له انه انت احتمال بعد هذا الكانسر ما تقدر تخلف، سواء كان ذكر او انثى، فكثير بيلجأوا لتجميد البويضات او تجميد الحيوانات المنويه. او بقول له مثلا حط في بالك انه مثلا كل صحتك تتاثر، تصير عندك امراض مزمنه بعد الكيمو ثيرابي. وكمان في عندنا كانديدات للكيمو ثيرابي، في عندنا مرشحين معينين للكيمو ثيرابي، زي مثلا انه مثلا يعني كل ما كان مثلا المريض خالي من امراض القلب وامراض الضغط ومشاكل اخرى، كل ما كان يعني هو جسمه حيتحمل الكيمو ثيرابي اكثر من غيره. يعني هاي طبعا كل هاي الامور يعني بحطها الطبيب بعين الاعتبار، وبحط المريض يعني بالصوره، وبوضح له، بقول له انت حتعاني من فانجل انفكشنز، انت حتعاني من مشاكل في العظام، من مشاكل في الدم، من مشاكل في الجي اي تي، يعني حيوضح له كل السميات اللي بتصير. فمشان هيك يعني المريض في النهايه لما يتوضح له كل شيء ويمشي على خطه واضحه. طبعا كمان في شغله اللي هي الخيار بضل للمريض، المريض بقول انا ما بدي كيمو ثيرابي، انا بدي اروح على العلاجات الاخرى اللي هي اوكي مش نفس الفعاليه، بس انا ما بدي كيمو ثيرابي. هذا شيء خيار للمريض، المريض قرر يرفض الكيمو ثيرابي، هذا خياره. اوكي، بس لازم يتوضح هذا الشيء، يتوضح اثاره وشو ممكن يصير وكيف ممكن يعني يتسرع موضوع تطور المرض في حال انه ما باشر على طول في العلاج. نشوف أهمية الاكتشاف المبكر للكانسر قديش مهم. طلع على أول حالة، هاي الحالة لاحظوا إنه صار في عنا دايجنوزز للحالة ولسه الأعراض ما ظهرت، لسه هون ساب كلينيكال. لاحظوا طبعاً عدد الخلايا قديش، طبعاً 10 أس 8 أكثر من 10 أس 9 تقريباً عدد خلايا الكانسر، عالي جداً عدد خلايا الكانسر. هون لسه ما في أعراض ظاهرة، بنحكي عنه سب كلينيكال، بس انه بالكشف المبكر والسكرينينج المبكر تم اكتشاف انه في ورم مثلا، والطبيب على طول حول المريض للعلاج، عملوا له سيرجري، طلع قديش العدد، العدد قل اقل من النص. بعدين كيمو ثيرابي طلعوا كم الجلسه، 1 2 3 4، يعني تقريبا 5 جلسات المريض احتاج، لانه قللنا العدد كثير تبع خلايا الكانسر وسيطرنا على حاله، وبصير هلا في انه متابعه على حاله المريض انه هاي الخلايا ما ترجع تزيد. لاحظوا هون تاخر شوي المريض، صار هون كمان في عندنا زياده، هذا ما راح لسيرجري، هذا ممكن يكون مثلا الكانسر اللي عنده بالدم، ما بيحتاج مش انه ورم، مش ورم صلب، ممكن يكون كانسر عنده بالدم. وطبعا طلعوا كم من جرعه احتاج، لانه طلعوا الفرق بالوقت، طلعوا موضوع السيرجري قديش له اهميه. مش كل الكانسرز بنفع لها سيرجري، مش كل الكانسر بيقدر يشيل الورم اللي فيها، مره مكان الورم بيخلوه بيهتموا بشغله انه يقل حجم الورم. اوكي، هون طبعا ظهرت عندنا اعراض الكانسر، صار الجسم يعني صار في اعراض واضحه للكانسر، اعراض واضحه على البريست زي مثلا انقلاب الحلمه، زي النقص الشديد في الوزن، هي كلها من اعراض الكانسر المتقدمه. طلعوا هون بتصير بس عمليه انه يعطوا للمريض شويه وقت بس، يعني اذا ما تعالج فهو الكانسر رح يقضي عليه بهالنقطه، اذا هو اخذ بس كم من جلسه بس انه الكانسر رح يقضي عليه بهالنقطه، طبعا اذا الكيمو ثيرابي ما قضى عليه طبعا. فموضوع الكشف المبكر مش لعبه، موضوع لما احنا نحكي نروح على حملات الكشف المبكر، طبعا احنا في الكليه طبعا هلا عشان الكورونا صرنا يعني سنتين موقفين على الاشي، في الكليه كل شهر 10 بنعمل حمله كشف مبكر، وبيجوا من مركز الحسين للسرطان وبيعملوا فحص سريري للطالبات، يعني كل سنه تقريبا يتم فحص تقريبا 100 طالبه وكادر من كوادر كليه المجتمع الاسلامي، وكمان محاضره توعويه، وبتعلمك الطبيب كيف انه انت كمان تعملي الفحص لحالك، وبصير تحكي لك على الفحص الدوري اذا انت مثلا تحت ال 30 فوق ال 30 تحت ال 35 فوق ال 35 فوق ال 40 كل كام لازم تعمل الفحوصات الدوريه، وشو الاشياء لازم تلجئي لها، طبعا غير الدوري اللي بيعمله مركز الحسين للسرطان ومراكز اخرى كمان في البلد. بصير انه شهر 10 و11 اللي هو شهر التوعيه بسرطان الثدي، بصير كثير الماموجرام مجاني لفوق ال 40، بصير تخفيضات على اسعار الفحوصات، ما بصير نحكي شغله انا بخاف ما بدي اروح، لازم هذا الاشي اول مره حيكون في رهبه،
هذا حتصير كل مرة، لا انت اللي تسعي لهي الشغلة. في كتير كمان مراكز لعمل هذا الاشي في يعني، يعني هاي الفحوصات المبكرة، وبتكون كمان يعني المراكز هاي اسعارها يعني يعني للناس اللي مش مأمنة اسعارها يعني بمقدرة الناس وهيك. فاحنا المواضيع انه نركز عليها، اعرف انا مثلا العمر تبعي باي جروب بتحطني، انا الفاميلي هيستوري تبعي، هاي الاشياء ممكن انا لما اقعد مع طبيبي انه اتناقش فيها ويحكي لي شو الفحوصات لازم اعملها وكل كم، وانا اي ريسك فاكتور، انا عندي ريسك فاكتور من الدرجه الاولى من الدرجه الثانيه من كذا، لازم اكون هاي الاشياء واعيه فيها. بس مشان طلعوا هذا التشارت، هذا ببين لنا انه باي مرحله تم كشف الموضوع وقديش تاخرنا، قديش بصير الموضوع خطير. resistance to anti-cancer drugs. The resistance كيف بصير؟ أول شيء increase DNA repair، زيادة الكانسر سيلز بتصير تزيد في تصليح الدي ان ايه، بتصير الدواء يخرب الدي ان ايه والكانسر سيلز تصلحه. formation of trapping gene. trapping gene يعني فخ، اوكي، يعني بتعمل خلايا الكانسر بتعمل فخ، بتعمل جينات، جينات ما بتحتاجها، بس هاي الجينات عشان ترتبط مع الدواء، يجي الدواء يفكر انه هاي الجينات المزيفه هي جينات الخليه وتروح ترتبط فيها. اوكي، changes in target protein، تغير في الانزيم او المكان في الدي ان ايه اللي هو الدواء بيرتبط عليه. decrease activation of products، كثير من ادويه الكانسر بتتحول لماده فعاله جوا خلايا الكانسر، تيجي خلايا الكانسر بتصير تمنع الاكتيفيشن، تمنع هذا الدواء يتفعل. increase activity of enzyme that inactivate anti-cancer، مرات بتعمل العكس، بتحفز انزيم، هذا الانزيم شو وظيفته؟ وظيفته يعمل يحطم الانتي كانسر، ان اكتيفيت يخليه غير فعال. يعني يا اما خلايا الكانسر انها بتمنع الانزيمات اللي بتخلي الانتي كانسر اكتيف، يا انها بتزيد الانزيمات اللي بتخلي الانتي كانسر ان اكتيف. هي المحصلة بدها الانتي كانسر ما يشتغل جواها. decrease the drug accumulation اللي هو اسمه multi drug resistant او افلكس بامب، يعني بتصير في مضخة، هاي المضخة موجودة على الممبرين تبع الانتي كانسر. شو وظيفة هاي المضخة؟ هاي المضخة اصلا او هاي الافلكس بامب هاي بتكون موجودة لاخراج الفضلات تبعت الخلية، اوكي، التوكسينز من خارج الخلية. فشو بتصير الخلية السرطانية؟ بتصير تعامل الدواء انه فضلات او التوكسينز جواتها، فبتصير تزيد من عدد هاي البامبس المضخات اللي بتطلع الفضلات، فبتصير كل ما الدواء يدخل تمسكوا المضخه وتضخه لبرا. اوكي، افلكس بامب اسمها، هذا اسمها مالتي دراج ريزيستنس، هاي من اصعب طرق المقاومه. كمان اتوقع انه بريست كانسر بيقاوم الخلايا، البريست بتقاوم العلاج بهاي الطريقه. طيب نشوف هلا الانواع الادويه. الالكاليتنج ايجنتس عندنا اكثر من دواء، عندنا النيتروجين ماستر زي الكلورامبيوسول، السايكلوفوسفاناميد، الايزو الايفوسفاميد، الميكلوريثامين، الالكايل فوسفيت، البيوسلفان، النيتروزو يوريا زي الكارمستين واللوماستين. هدول الدراجز بيعملوا، هدول الجروبس كلهم بيعملوا جي اي تي ديستريس، مايلو سبريشن، والوبيشيا وستريليتي، بيعملوا مشاكل بالجي اي تي فبيعملوا المراجعه، سبريشن للنخاع العظم فبيعملوا بيقللوا المناعه، الوبيشيا صلع، وستريليتي يعني بياثروا على المبايض وعلى الخصيتين فممكن يعملوا عقم. فالمريض طبعا يكون عنده خيار تجميد البويضات او تجميد الحمايه المنويه. بدنا نحكي الشغله، احنا طبعا الاعلام يعني اثر كثير على مخنا، فصرنا نفكر انه كل الانتي كانسر بتعمل مراجعه وبتعمل صلاع. لا، مش هالشيء صحيح، مش كلهم بيعملوا هالشيء. عندنا مثلا زي السيسبلاستين، الاوكسيبلاستين، الدكاربازين والبروكاربازين ما بيعملوا الوبيشيا، ما بيعملوا صلاع، ما بيعملوا جي اي تي ديستريس، ولا مايلو سبريشن، ولا بضعفوا المناعة، ولا بيؤدوا إلى سبريشن لنخاع العظم. مشكل أدوية الكانسر بتعمل، مشكل أدوية الكانسر بتعمل هاي المراجعة والمراجعة والصلع والميلو سبريشن. هدول الأدوية سيل سايكل نون سبيسيفيك، يعني بيأثروا على كل مراحل انقسام الخلية السرطانية، هم بيأثروا على الدي ان ايه، هم مين اللي بيأثروا على الدي ان ايه تبع الكانسر سيلز.
شوف الانتي ميتابولايتس، الانتي ميتابولايتس من اسمها بتاثر على على ميتابوليك رياكشنز موجوده جوا الخليه السرطانيه، ستراكشرلي سيميلر تو اندوجينس كومباوند اند انتاجونايز تو فوليك اسيد. هم بيشبهوا البريكورزرز تبعت الفوليك اسيد اللي بتؤدي لانتاج الدي ان ايه، هم بيشبهوها. هم طبعا سيل سايكل سبيسيفيك بيشتغلوا على مرحله معينه من مراحل انقسام الخليه، فمهم تكون الخليه نشطه لانهم اصلا بيشتغلوا على عمليات الايض في الخليه. هم اميونو سبريسيف يعني ممكن استخدامهم للكانسر، ممكن استخدامهم كمان في بعض الامراض والمشاكل اللي هي لها خاص في الامراض المناعيه. تستخدم للكوريوكارسينوما واللوكيميا والنان هوشكين لينفوما، يوزد فور سوليد تيومر زي البريست والهيد اند نيك والبلادر. تستخدم كمان يعني انواع الكانسر كل دول شو مهم ان نعرفه طبعا تستخدم كمان في بعض الامراض المناعيه زي الارثرايتس، روماتويد ارثرايتس، سورياسيس، اكتوبيك بريجننسي. ممكن استخدامه في الحمل الخارجي اللي هو الحمل في قناه فالوب او في المبيض عشان تقلل من نمو الحمل هذا لحد ما يتم ازالته، لانه اذا انفجر قناه فالوب او انفجر مبيض بصير نزيف شديد داخلي في المراه، وممكن يعني يصير عندها هايبوتنشن وشوك ويعني لايف ثريتنينج كونديشن. Side effects: bone marrow depression, toxic effects on skin and GIT. يعني myelo suppression وبيأثر على الجلد وبيأثر على GIT، ممكن يعمل مراجعة. الميركابتوبيورين أو 6 ميركابتوبيورين وسيوغوانين هدول يستخدموا لليوكيميا وميلو سايتيك ليوكيميا، نوع من اللوكيميا. هاي اللوكيميا بكون فيها يعني نوع معين من الوايت بلد سيلز بيصير فيها زيادة. الفلوريوراسيل او 5 فلوريوراسيل طبعا هذا اللي حكينا عنه ماده سامه، احنا لما حكينا على الانتي فانجل كان الدواء بيتحول لهذه الماده، اما هون الماده السامه نفسها الفلوريوراسيل هي اللي بتنعطى انترافينس، هذا الدواء بنعطى انترافينس. طبعا الميثوتروكسيت بنعطى اورالي، الميثوتروكسيت بنعطى في منه انترافينس بس بنعطى اورالي، مش كل ادويه الكانسر الكيموثيرابي انترافينس، في منها كمان اورالي. هذا بنعطى انترافينس. انهبت دي ان اس سينثيسز باثر يعني يستخدم للبلدر والبريست والكولون والانال والهيد اند نيك والليفر والافيريان كانسر. هاي استخداماته. ناتشرال برودكتس عندنا الاشياء الطبيعيه عندنا، يعني تخيلين اشياء طبيعيه، يعني هي هاي الاشياء موجوده في الخلايا تبعت، يعني موجوده في الطبيعه، موجوده في النباتات، وهي انتي كانسر. فهذا هون بيضحط يعني مقولة انه الاشي الطبيعية انها امنة، الاشي الطبيعية مو امنة، مش كل شيء طبيعي امن. في مثلا ناس بيقدروا ياخذوا زنجبيل، ناس ما بصير ياخذوا، في ناس بيقدروا ياخذوا عرق سوس، ناس لا، اذا اخذوا عرق سوس بيرفع الضغط، بيقلل هرمونات الذكرية اذا اخذوا فترة طويلة، فمش كل شيء طبيعي معناه انه امن. شوفوا هاي مواد طبيعية، نباتات طبيعية، وهاي فيها كيموثيرابيوتيك ايجنتس، مواد بتقلل المناعة، مواد بتقلل بتعمل سمية على خلايا الجسم. عندنا البلانت الكالويد، فينبلاستين والفينكريستين والفينوريلبين، هدول يعني من أهم الأشياء اللي يعني مشهورين بالأنتي كانسر. الفيدوفيلوتكسين زي الإتبوسايد والتينيوبوسايد، الكام توثيسين زي التوبوتيكان والإرينوتيكان، والتاكسان زي الباكليتاكسل والدوسيتاكسل. هدول ناتشورالي اوكيرينج او ناتشورالي انتي كانسر دراجز، طبعا يعني لهم سميه على الجسم، طبعا السميه بتختلف من دوله لاخر، ما حدخل بتفاصيلهم. احنا بالانتي كانسر حكينا على الالكايليتنج والانتي ميتابولايت والناتشورال. الانتي تيومر الهرمون اللي حنحكي عنه بالهرمونات، والميسيلينياس يعني ما راح ادخل فيهم، الانتيبيوتيك والميسيلينياس ما راح ادخل فيهم، الهرمون اللي حنحكي عنهم لما نحكي على الهرمونات. تمام، هيك انا بكون خلصت المحاضرة. يعطيكم العافية والسلام عليكم.